يوما بعد آخر تزداد معاناة الطفلة جهاد ديلمي صاحبة 7 أشهر والتي شاء القدر أن تولد وهي مصابة بمرض سبينا بيفيدا الذي يصيب النقاع الشوكي ويسبب شللا جزئيا وتشوها خلقيا يتطور بشكل سريع مع نمو جسدها الضعيف. كانت الحبة تاعها صغيرة ومن بعد بدات بشوي تكبر ديتها للسبيطار قالوا لي بلي عندها سبينا بيفيدا وقالوا لي بلي اي ما تمشيش. درت لها ليارام درت لها السكانر عاد تقلق رجليها ما يتحركوليش بزاف تبكي ديما كيما نعطيهاش حاجه تولي تتعصب وتعيط وتزهق. عائلة جهاد التي لم تجد أملا في معالجة ابنتها داخل أرض الوطن كون الأمر يستوجب إجراء عملية جراحية مستعجلة في تركيا هي اليوم تطرق أبواب المسؤولين وتناشد المحسنين من أجل مساعدتها. وبعت للترك قالوا لي كاين أمل جيبيها لنا ونشوفوها نحيو لها الحبة ونديرو لها العملية بإذن الله تكفى على رجليها ما كان حتى صعوبات. لهنا في الجزائر قالوا لي ما كانش أمل وما كان ما تقدرش تمشي خلاص زوجي الظروف تاعو ما عندوش ما تسمحلوش باش يدير لها عملية. ملقيتش شكون يعاوني نطلب من الوالي قسنطينة نطلب من سيد الرئيس الجمهورية سيد تبوني يعاوني يشوف الحالة تاعنا وزير الصحة يشوفوا حالة جهاد هذه بنتكم نتمنى تعاونوني ونطلب من المحسنين يشوفوا لينا ربي يستركم وربي يحفظكم وديروها بنتكم جهاد. هي آهات براءات وصرخة أم لم تجد سبيلا غير مخاطبة المسؤولين وذوي القلوب الرحيمة لإرجاح بسمة أطفأها المرض.